في كوكب الارض بدات تظهر ارواح شريره وظواهر غريبه بتهدد حياه البشر واللي كان بيطرد الارواح الشريره دي اشخاص عندهم قوه خارقه اسمهم الروحانيين وواحد من الروحانيين دول ولد في المدرسه الاعداديه اسمه شيجيو لقبه موب موب عايش في مدينه اسمها مدينه التوابل وبالرغم ان درجاته في المدرسه مش عاليه وجسده مش رياضي الا إيه انه بيملك قوه روحانيه كبيره عشان كده شغل في مكتب لطرد الارواح الشريرة مع رئيسه اللي اسمه ريجن ريجن كان بيكذب على موب فهمه انه عنده قوة روحانية كبيرة زيه بس في الحقيقة هو ضعيف وبيعتمد على موب في طرد الارواح الشريرة وكل ده عشان يكسب من ورا فلوس وموب ما كانش يعرف ده وكان بيعتبر ريجن معلمه وفي يوم فيسبونا جات لريجن عشان في روح شريرة بتطردها فريجن راح معاها بس مقدرش يطرد الروح وكلم موب فموب جه بسرعه وطرد الروح بسهوله وريجن بعد كده اداله فلوس وقال له زي ما فهمتك قبل كده اوعى ايه تستخدم قوتك قدام الناس فموب قال له ماشي وروح اتعشى مع ابوه وامه واخوه الصغير اللي اسمه ريتسو وتاني يوم راح مدرسته اللي اسمها مدرسه الملح وشاف البنت اللي هو معجب بيها واللي اسمها تسوبومي بس شويه وريجن كلمه وقال له تعالى لي بسرعه فموب راح له وريجن قال له احنا هنروح دلوقتي نفق غامض بتسكنه الارواح الشريره، وده بسبب حادثه حصلت فيه من 30 سنه ولما وصلوا النفق ريجن دخل لوحده، بس لما ملقاش موب معاه طلع يجري خايف وقال لموب تعالى معايا عشان تساندني، ودخلوا النفق وهم ماشيين ريجن اصطدم بروح شريره، فرش عليها ملح عشان يطردها بس معرفش والروح هجمت عليه، فموب صد الهجمه وانقذ ريجن وبعد كده صغر الروح وكمل طريقه. فالروح قالت له ان في جوه في روح اقوى مني بكتير ومش هتقدر تهزمها بس مو بكمل ودخل وفعلا هجمت عليه روح جديده وابتلعته فهو جواها قضى عليها وخلص مهمته ومشي مع ريجن وتاني يوم جه زبون لريجن وقال له ان في روح شريره بتطرده وريجن ما كانش عارف يتصرف ازاي فقعد يدلك الزبون وقال له كده مفيش حاجه هتطردك تاني وشويه وموب جه وقعد اتكلم معاه وقال أنا ما بعملش حاجة في حياتي غير إني بروح المدرسة وأجي هنا أشتغل، أنا عايز أعمل أي حاجة جديدة فرجن قال له تعمل أي نشاط، ولما موب راح مدرسته تاني يوم لقى أربع تلاميذ أعضاء في نادي في المدرسة اسمه نادي التخاطر بيجروا في كل مكان، وكانوا بيجروا لأنهم بيدوروا على عضو خامس ينضم لهم، لأنهم لو ما بقوش خمسة في النادي تجمعات النادي بتاعهم هتتلاغي، وبعد تدوير كتير لقوا مو النادي اللي اسمها تومي حاولت تضمه ليهم، بس موب كلم ريجن وريجن قال له لا ما تنضمش وتومي بعد كده حاولت تقنع ريجن وبرضه رفض، وقال لموب تعالى بسرعه عشان هنطرد روح شريره في مدرسه بنات، وفعلا راح له في هيئه بنات عشان يدخلوا المدرسه، بس امن المدرسه كشفوا ريجن ودخل موب لوحده، ولقى بنتين هناك وقالوا له احنا اللي طلبناك والمدرسه فيها روح شريره عايزينكو تطردوها مع اننا شاكين ان صغير ضعيف زيك هيقدر يعمل كده فمو بعد يدور على الروح لحد ما لقاها في ملعب كرة السلة وهجم عليها وقطع ايدها اليمين وبعد كده قطع الشمال وهزمها وطردها بس الروح قبل ما تطرد قالت له انت عينيك بائسة شكلك كده مش عايش حياتك بطريقة صحيحة فمو بعد ما مشي قعد يفكر في كلام الروح وتاني يوم راح المدرسة عشان ينضم لنادي التخاطر عشان يحس انه عايش بس فجاه جه نائب رئيس اتحاد الطلبه ومعاه نادي جديد وقال لتومي ده نادي التكوين الجسماني وهيبقى مكانكم هنا فتومي قالت له بس احنا ضمنا لينا عضو خامس اللي هو موب ونادينا هيفضل موجود فالنائب قال موب فكر كويس انت عايز تعمل ايه في حياتك وايه النادي اللي ناقصك عشان تنضم للانشطه بتاعته فموب فكر شويه وقرر بعدها انه ينضم لنادي التكوين الجسماني عشان يبقى أقوى. واستمر نادي التخاطر في البحث عن عضو خامس وبقوا مشتركين في الغرفه مع نادي التكوين الجسماني، بس موب كان بيتعب بسرعه في تدريبات نادي التكوين الجسماني وبيروح يقعد مع اعضاء نادي التخاطر، وتومي سالته في يوم وقالت له انت انضميت لنادي التكوين الجسماني ليه؟ فقال لها لاني عايز ابقى اقوى عشان ابقى جذاب ومشهور لاني بحب بنت اسمها تسوبومي وعايزها تعجب بيا، ومشي موب وهو مروح قابل واحدة غريبة لابسة قناع وقالت له أنت شكلك حزين تعال معايا هخليك سعيد وخدته لمكان غريب وقالت له إحنا طائفة جديدة اسمها كاكواراي وزعيمنا اسمه إيكوبو بيخلي أي حد سعيد ودخل موب بعد كده لمكان الطائفة ولا ناس كتير ولا واحدة من مدرسته اسمها ميزاتو وشوية ودخل زعيم الطائفة إيكوبو وكل الطائفة شالوا الأقنعة وكانوا سعداء جدا فميزاتو وقالت ليوكوبو انت مخادع انت مسيطر على الناس دي بالتنويم المغناطيسي وبتخليهم سعداء من خلال القناع اللي بيلبسوه ده انا هفضحك في صحيفة المدرسة بتاعتنا فاي كوبو خلى الطائفة يلبسوها قناع هي وموب وبعد ما ميزات ولعت القناع بقت تحت سيطرة كوبو وبقت سعيدة زي باقي الطائفة بس موب ما تأثرش بالقناع فاي كوبو استغرب وحاول يضحك موب بشتى الطرق وبرضه موب ما تحكش شو وقال له انا كده دايما ما ببتسمش شفائك بدا يضايقه بس اللي كوبو ما كانش يعرفه ان موب لما بيتضايق طاقته الروحانيه بتصور جواه لحد ما بتوصل 100% وبتنفجر ومو بساعتها بيوصل لاقصى قوته وفعلا مو بتضايق وانفجار طاقته وصل 99% وقال لي يكوبو. انا عارف ان جواك روح شريره هي اللي بتعمل كل ده وهطردها وفعلا الروح الشريره خرجت وخلت الطائفه يمسكه موب فموب وصل انفجاره مية في المية وبعد الكل عنه وبدأ يقتل الروح والروح هجمت عليه كذا هجمة وبعد كده هجمت بشعاع بس موب ما تأثر شو راح لمسها وطردها وكل الطائفة اتحرروا من سيطرة الروح الشريرة دي بس لما موب صحي تاني يوم لا الروح جنبه وقالت له انا الروح اللي انت قتلتها امبارح انا ما اتطردتش زي ما انت فاكر انا ايكوب وروح ذكر ميت وهفضل معاك واو. وعيدك مش هعمل اي حاجه شريره وما تخافش محدش هيشوفني غير اللي بيستخدم القوه الروحانيه زيك فموب بوافق ان كوبو يفضل معاه بس كوبو كان عايز يدخل لجسد موب ويسيطر عليه وده عشان يملك قوته ويبقى ملازمه على طول ولما راح عند ريجن كوبو عرف ان ريجن مش روحاني وانه بيضحك على موب بس كوبو مرضاش يقول لموب المعلومه دي وراح موب بعد كده لمدرسته مع اخوه ريتسو وريتسو قال له: أنا حلمي أني يبقى عندي قوة روحانية زيك، فموب قال له: إنت عضو في اتحاد الطلبة وجذاب بالنسبة للبنات أنا اللي نفسي أبقى زيك. ووصل موب المدرسة واتدرب مع نادي التكوين الجسماني وجالهم هناك واحد اسمه تنجا، وقال لهم طلاب مدرسة الخل اللي جنبنا ضربوني أنا وصحابي وعايزينكوا تساعدونا. فأعضاء نادي التكوين الجسماني رفضوا يساعدوه فتنجا بعت رسالة لموب وكذب عليه وقال له فيها انه بنته عايزه تقابله عند مدرسه الخل فموب راح ومدرسه الخل خطفوه من هناك وربطوه بس موب مرضاش يستخدم قوته الروحانيه عليهم فتنجا بعت رساله لاصحاب موب بتوع نادي التكوين الجسماني وقال لهم ان موب اتخطفوا كل ده عشان يروحوا يضربوا مدرسه الخل ويجيبوا حق تنجا واصحابه وفعلا اعضاء التكوين الجسماني راحوا مدرسه الخل وضربوا هو كل اللي هناك عشان يرجعوا موب بس فجاه جه واحد قوي من مدرسه الخل اسمه تيروكي ولانه بيملك قوه روحانيه بدا يتحرك بسرعه ويضرب في اصحاب موب ووقعهم كلهم بسهوله فموب فك نفسه وقال له ما ينفعش تستخدم قوتك الروحانيه على البشر فتيروكي اتفاجئ لما عرف ان موب بيملك قوه روحانيه زيه واتفاجئ اكتر لما شاف ايكوبو معاه وبدا تيروكي يهجم على موب وموب لا انه مقرر انه ما يستخدمش قوته على البشر ما كانش بيهجم عليه فاي حاول يخلي موب يستخدم قوته بس موب رفض برضه فاي كوب وقف قدام تيروكي عشان يدافع عن موب بس تيروكي هزمه بسهوله وقام موب وحس بالحزن لانه ما كانش عارف هل ايكوبو اختفى واتطرد ولا لسه موجود وقال لتركي انت مغرور وقلتلك قبل كده ما ينفعش تستخدم قوتك على البشر فتركي قال له انا لازم لاني اقوى شخص في العالم وكسر الارض وراح مسك موب من وشه وبدا يكسر بالمدرسه وقال له استخدم قوتك انا عايز اشوفها وكمل تركي هجومه وحدف سكاكين على موب فموب صد هجومه وفي سكينه جت على تركي وشالت شعره وموب قال له انا وانت شبه بعض بائسين وما عندناش صحاب ومن غير قوتنا هنبقى اشخاص سنويين فتركي راح خنق وقال له انا مش شبهك استخدم قوتك الرهاني. فموب رفض برضه وقال له قوتي بتسبب حوادث انا مش هستخدمها انا لازم اتغير. بس في الوقت ده نسبة انفجار قوة موب كانت وصلت مية في المية وما بقاش قادر يسيطر على نفسه. ووصل لأقصى قوة ليه ودمر المدرسة وطير تركي وتركي وهو طير عرف ان موب اقوى منه بكتير. ولما رجع تاني للارض موب اعتذر له. ومشي موب وقعد بعد كده تلات اسابيع يدور على يكون كان بيتمنى انه يبقى موجود وتاني يوم في المدرسه اتكلم مع ميزاتو وتومي وتومي قالت له انت اللي سببت الدمار اللي حصل في مدرسه الخل. لا انا عايز اجي معاك ونبحث عن اشخاص عندهم قوه روحانيه زيك فموب وافق وفعلا بداوا يبحثوا وريتس واخو موب في الوقت ده كان لسه بيحلم انه يبقى عنده قوه روحانيه زي اخوه فانضم لمختبر اسمه مختبر الصح على اساس انه بيملك قوه عشان يتدرب مع شخص اسمه ميتسورا ومع الايام بدأت شخصيته تتغير وفي يوم راح المدرسة ورئيس اتحاد الطلبة اللي اسمه كاميرو قال له انت عضو في الاتحاد معانا وعايزك تساعدني اني اقزي تنجا الطالب اللي عمل مشكلة مع مدرسة الخل انا هقزيه لانه بيعمل مشاكل كتير فرد ووافق وساعده وحطوا في شنطة تنجا الات موسيقية واتهموه انه سرقها واتفضح في المدرسة دراسة. بس ريتسو بعد ما عمل كده بدأ يحس انه ضعيف وكذاب ولما راح المختبر قال لمتسورة انا كدبت انا ما بملكش اي قوة روحانية ورمى معلقة كان ماسكها في ايده ومشي بس متسورة لما بص للمعلقة لقى فيها عوجاج دليل على قوة ريتسو الروحانية ولما ريتسو روح لا عند البيت ويكوبو طلع معه وقال له انا جمعت جزيئاتي اللي اتطردت في قتالي مع تيروكي عشان ارجع تيروكي بس بقيت اضعف من الاول انا عارف انك ما تعرفنيش انا ايكوبو وطالما انت شايفني بقى عندك قوة روحانية وقوتك الروحانية دي انت اكتسبتها من شعورك بالذنب بعد ما تعاونت مع كامورو رئيس اتحاد الطلبة وبدأت تأذي الطلاب بس انت قوتك ضئيلة ايه رأيك نشكل ثنائي ونندمج مع بعض فريد سوافي وايكوبو بقى بيندمج معاه بس ايكوبو ما كانش قادر يسيطر على جسده لانه بقى ضعيف وريتسو بقى بيتحكم في قوته الروحانية بمساعدة قوة ايكوبو وشخصيته بدأت تتغير اكتر واكتر وكمل مع كامرو ازية في طلاب المدرسة وبقى بينتحل شخصية موب في اي مكان بيروحه وفي يوم اتخانق مع اربعة من المدرسة وضربهم بس فجأة تيروكي شافه وجه وكان لابس باروكه بعد شعره ما وقع ومسكه وقال له ما ينفعش تعمل كده فريتسو حس قوة الكبيرة وساب ومشي وفي الوقت ده كل عصابات المدارس بدأوا يسمعوا عن اللي موب عمله في مدرسة الخل وبقوا بيدوروا عليه عشان يقتلوه وفي يوم جت عصابة عند مدرسة الملح وشافوا كامرو وافتكروا موب فضربوه كامرو بعدها قال لريتسو احنا لازم نبطل نأذي الطلاب في المدرسة فريتسو قال له لا انا شخصيتي اتغيرت وهكمل واي طالب مش عاجبني هأذيه ومشي ريتسو وهو ماشي قابل مجموعه من عصابات المدارس اللي بيدوروا على موبو قال لهم انا الشخص اللي انتوا بتدوروا عليه واستخدم قوته الروحانيه وبدا يهجم عليهم وضربهم لحد ما هزمهم كلهم بسهوله وكان هيمشي بس تركي شافه فرح لموبو ومراح موب لريتسو وقال له بتعمل ايه هنا وليه ضربت الناس دول فريتسو قال له انا طول عمري بخاف منك وبحس بالدونية لانك اقوى مني بس دلوقتي انا بقيت قوة روحانية زيك قاتلني بس كوبو وهو جوه ريتسو لما شاف موب خاف وهرب فموب قال لريتسو ما ينفعش اقتلك انا اخوك وراح موب اعتذر لعصابات المدارس اللي ريتسو ضربهم بس فجأة نزل شخص غريب اسمه كوياما وخطف ريتسو وده لأنه كان فاكر ريتسو هو موب بعد ما ريتسو بدأ ينتحل شخصية موب وكوياما كان قوي جدا وضرب كل اللي قدامه ومشي فموب راح وراه وضربه عشان ما ياخدش وموبا عمل على نفسه حاجز بس كوياما دمر الحاجز واستخدم تقنية اسمها اللولة ضرب بها موبو وطيره وبعد كده قعد يضرب فيه ضربات كتيرة وكسر بيه الحيطة فريتس وجري عليه وقال له خدني زي ما كنت عايز وسيب اخويا فكوياما ضرب ريتسو هو كمان فانفجار موبو وصل مية في المية وما بقاش قادر يسيطر على قوته وكسر الارض ومسك كوياما وكسر بالحيطة وخد وطار بيه وبعد كده نزل بيه من مبنى على الارض بس كوياما ما ماتش وقام هجم تاني وعصابات المدارس كانوا بيشجعوا موب وعرفوا ان هو ده الشخص القوي اللي هما بيدوروا عليه وموب ضرب كوياما تاني وكوياما ما كانش عارف يعمل ايه فرح رش عليه مخدر وبعد ما مو فقد وعيه كوياما خد ريتسو وهرب وشويه وجت تركي ومعاي كوبو وخدوا مو لبيت تركي ولما مو فاق سالهم مين اللي فتروكي قال له انا اعرفهم دي منظمه اسمهم المخلب معهم روحانيين كتير وبيخطفوا الاطفال اللي عندهم قوه روحانيه وبيغسلوا دماغهم عشان يبقوا جنود ليهم وكل ده لان هدفهم انهم ينتجوا قوه روحانيه وما انك تتعامل معاهم لانهم اقوياء جدا فموب قال له انا لازم ارجع اخويا وتروكي وموب راحوا بعد كده لمختبر الصحوه وعرفوا من متسوره ان ريتسو كان منتحل شخصية موب في المختبر عشان كده منظمة المخلب جم هجموا على المختبر وعرفوا منه معلومات عن ريتسو وخطفوه على أساس النموب وريتسو في الوقت ده كان وصل مع كوياما لمقر منظمة المخلب وكوياما جاب مع ريتسو خمس أطفال كمان من مختبر الصحوة ودخل واحد من منظمة المخلب اسمه ساكوراي وقال له في طفل روحاني قوي جدا قتلني غير الأطفال دول فساكوراي قال له كان المفروض تجيبه معاه فجي واحد وهم بيتكلموا اسمه تيرادا وقال لهم انا هروح اجيب الطفل ده وفعلا راح لموب بس موب وتيروكي بسهوله وعذبوه وعرفوا منه معلومات كتير عن منظمه المخلب واخدوه بعد كده عشان يروحوا لهناك وفي الوقت ده الرتب العليا في منظمه المخلب كانوا مجتمعين واللي منهم ساكوراي وكوياما وريتسو والخمسه اللي معاه كانوا محبوسين وجالهم عند الزنزانه و واحد اسمه موت فقالوا له احنا ما بنملكش اي قوه روحانيه سيبنا نروح فموتو خد واحد منهم اسمه كايتو وقتلوا وقال لهم لو ما اظهرتوش قوتكم هتتقتلوا زيه فكلهم خافوا بس شويه وواحد من اللي ريتسو اسمه دايتشي قال كايتو اللي احنا شفناه مقتول قدامنا ده يبقى اخويا انا وهو بنتواصل عن طريق التخاطر الذهني هو ما ماتش موت ده وهمنا انه قتله عشان يا خوفنا احنا لازم نلاقي كايتو ونهرب وفعلا اتحدوا بقواهم الروحانية الضئيلة فتحوا الزنزانة فجالهم ثلاث حراس فرد وخرج وخلاهم يهجموا عليه وبقوته كسر بهم الحيطة وخلص منهم ومشي هو والاربعة اللي معاه في طرقات المنظمة عشان يهربوا وبره المنظمة وصل موب وتيروكي وايكوبو بس تيرادا هرب منهم وبدأ يهجم عليهم بتقنية اسمها سياط الهواء كان بيحرك الأشجار ويهجم بيها فتيروكي اتصدال ومو بيستخدم قوته وضرب تيرادا بشجرتين وهزمه بسهولة وكملوا لو حارسين فتيروكي وقعهم بتقنية صياط الهواء بتاع تيرادا ويكوبو استحوذ على جسد واحد منهم ودخلوا المنظمة وضربوا اتنين من الحرس بس كوياما والرتب العليا بتوع المنظمة كانوا بيراقبوهم وكوياما خرج لهم وقال بشكلك عايز هزم تاني فمو بقال مفيش وقت اني اتساهل معاه وموب وقف كوياما وبدا يكسر بالمكان وكسر بالسقف وهزمه وسابه في السقف وكمل طريقه مع ايكوبو وتيروكي وشويه والتلاته افتروا عشان يدوروا على ريتسو بس ريتسو كان راح حرر كايتو ومشي هو واللي معاه فجلهم واحد اسمه شو عشان يوقفهم فريتسو قال لاصحابه وامشوا انتوا وانا هقاتل وبدا قائد القسم منظمة المخلب اللي اسمه يشجر ويخرج الأطفال اللي يقص فيهم القوة الروحانية من خلال التجارب عشان يقتلوا موبو اللي معاه وجزء منهم راح لكوبو فيكوبو وضربهم كلهم وهزمهم بسهولة وجزء تاني راح لتركي وبرضو تركي هزمهم بسهولة فجل واحد من الرتب العليا اسمه مياجاوا وهجم عليه بالنار فتركي حمى نفسه بحاجز وبعد كده حول النار على مياجاوا وحرق فجي بعد ما جاوا ساكوراي وكان معاه واحد كمان من الرتب العليا اسمه موراكي وموراكي ضرب تيروكي ووقعه وقبضوا عليه وفي نفس الوقت ده لقى نفسه قدام دمى بتحركهم واحدة اسمها موكاي فكسر كل الدمى بس جات مع موكاي واحدة اسمها تسوتشيا وراحت ضربت موب وقعدت تتحرك بسرعة وتضرب فيه لحد ما موب هزمها بضربة واحدة وكمل فلا ريتسو واقع على الارض بعد ما اتهزم من شو وجاله موته من وراه وبدأ يوهمه ان ريتسو مات فمو بانفجاره وصل 100% ووقع موته وفقد وعيه بعدها فشو اللي هزم ريتسو جه قبض عليه وايكوبو في الوقت ده كان بيقاتل واحد اسمه ماتسو وماتسو بدأ يخرج عليه ارواح شريره كتير لحد ما قبض عليه هو كمان وحبسه في مزهريه وبقى موبو كل اصحابه مقبوض عليهم وفاقوا لو نفسهم في غرفه مش مش قادرين يستخدموا فيها قواهم وشوية وجريجن بعد ما تتبع مكان موب من خلال موبايله وكل اللي بيحرسوا المقر افتكروا زعيم منظمة المخلب وبدأوا ينفذوا اوامره فراح راجن خرج موب واللي معاه من الغرفة اللي هم فيها بس جم الرتب العليا في المنظمة ايش جرو موراكي وساكوراي وماتسو وقالوا ده مش الزعيم بتاعنا وشجره هجم عليه فموب وتروكي حموب حاجز وكل اللي في المقر استغلوا المعركة دي وهربوا فانشجروا اتحكم بقوة في الجاذبية وهجم على موب. بس فجأة ريجن راح ضرب شجره ووقعه وراح ضرب موراكي هو كمان ووقعه وكلهم كانوا مستغربين انه بيوقعهم من غير ما يستخدم قوة روحانية فجأة ساكوراي وهجم بسيفه اللي اسمه جوجان فاتيروكي بعد ريجن فماتسو خرج ارواحه الشريرة وموراكي قام واستنسخ نفسه وشجره قام هو كمان كمان بتقنية اسمها الاجرام السوداء وبدأوا يهجموا على ريجن لحد ما المقر اتدمر وبدأت المعركة وتيروكي قاتل ساكوراي وحاول يتصدى له بس ساكوراي قطع له شعره ما كانش قادر عليه وريتسو حاول يتصدى لموراكي وموب كان هينفجر بس ريجن مسكه وقال له حاول تسيطر على قوتك وما تنفجرش ويلا نهرب فجأة ساكوراي فجأة من ورا ريجن وأصابه بسيفه بس ريجن قام سليم وكان كسر سيف ساكوراي وطرد الروح الشريرة بتاعت ماتسو وقضى على نسخ موراكي وصد الاجرام بتاعت شجرو وكله اتفاجئ ومحدش كان عارف هو قادر يعمل كده ازاي بس اللي حصل ان لما ريجن مسك موب بعد كده وقع انتقلت قوة مضاعفة مؤقتة من موب لا اراديا لريجن فقام عمل بعد كده كل ده وشجرو كمل هجومه وراح اصاب ريجن وطار بيه واصابه تاني ونزل بيه على الارض فقام ريجن ورماه وكسر بيه الباقي من المقر وخلع قناعه واتكلم ريجن بعد كده مع ساكوراي وموراكي وماتسو وقال لهم له انتوا اشخاص عاديين وجودكم في المنظمه مش هيخليكم مميزين مش معنى انكم بتملكوا قوه انكم تستغلوها غلط كلنا بشر كلنا من العامه فالتلاته بدأوا يقتنعوا بس جه شجر قال له لا احنا مميزين وبدا يهجم تاني ففجأه جه وهجم عليه وضربه وهزموا وقال ساكوراي انتوا القسم السابع في منظمة المخلب وخلاص كده قسمكوا اتفكك انا كدبت عليكوا وقلتلكوا اني معاكوا في القسم بس في الحقيقه انا جاي من المقر الرئيسي للمنظمه وكانت مهمتي هي ضم اي حد قوي بس مفيش حد هنا قوي عشان اضمه ومشي شو بعد كده واللي محدش كان يعرفه ان شو يبقى ابن زعيم منظمة المخلب وشويه وخرج كوبو من مزهرية ما ودربوا. وريجن بقى شايف كوبو لاول مره بعد ما خد من قوه موب وانتهت المعركه ورجع موب بعد كده لحياته الطبيعيه وريتسو وكامرو اعتذروا لكل الطلاب اللي اذوهم موت هيروكي بقى بيرعى الاطفال بتوع مختبر الصحوه وبعد كام يوم في شخص استدعى ريجن وقال له انا عندي روح شريره في الحقل بتاعي وعايزك تطردها فريجن جاب موب والروح الشريره ظهرت وبدات تتحكم في نباتها. الحق ومسكت راجن وبعد كده مسكت موب فمو بيتحكم هو كمان في النباتات وحرر نفسه وحرر راجن وبعد كده قضى على الروح وطردها وفي نفس الوقت ده ميزاته صاحبة موب في المدرسة عملت مجموعة اسمها الخوذة الروحانية وكانت ناوية تخلي موب هو زعيمها بس قالت في دماغها موب مش شخصية قيادية لازم الاول اخليه شخصية قيادية عشان يقود المجموعة ولا لما راحت ميزات المدرسه عرفت ان موب بيحب تسوبومي فقالت منصب رئيس اتحاد الطلبه شاغر لو انت رشحت نفسك واخدته هتبقى قائد وتسوبومي هتعجب بيك فموب اقتنع وبدا من يومها يتدرب ورشح نفسه وكان معاه تلت مرشحين وكان منهم كاميرو اللي رشح نفسه عشان يكفر عن اخطائه اللي عملها قبل كده هو وريتسو وجم عادل قاموا موب لخطابه بس خاف ومعرفش يتكلم وخسر الانتخابات وكاميرو هو اللي كسب واكتئب موب بعدها لحد ما جت له رسالة من طالبة اسمها ايمي فرح قابلها وايمي قالت له انها معجبة بيه وعايزة تخرج معاه فمو فرح وبدأ يخرج معاها وحياته اتغيرت للاحسن وبقى سعيد وعرف ان ايمي بتكتب روايات فقرا رواية من رواياتها بس بعد اسبوع ايمي قالت له انا كدبت عليك انا مش معجبة بيك انا كنت بخرج معاك بس بس سبب تحدي عملته مع صحابي. فموب زعل ومشي تامي وسابته ورجعت لاصحابها وكان معاها رواية من رواياتها فاصحابها مسكوا الرواية دي وقطعوها فموب جه وقال لهم امي تعبت في الرواية دي ما ينفعش تقطعوها ولما اصحاب امي مشيوا موب جمع لامي الرواية بقوته الروحانية وكانت اول مرة يظهر قوته قدام حد من العامة فايمي انبهرت لما عرفت انه روحاني وتسوبومي كانت فبترأيبهم من غير موب ما يعرف ورجع موب البيت بعد كده واتكلم مع يكوبو وتاني يوم راح لريجن بس ريجن قال له احنا بقالنا كام يوم ما بيجي الشغل تعالى معايا في بلده هنا في المدينه بيقولوا ان ظهر فيها اساطير مدنيه والاساطير المدنيه دي ارواح شريره اسطورية كل الناس تعرفها وبيخافوا منها احنا هنروح البلده دي يمكن نلاقي شغل هناك وفعلا راح وقابلوا واحد روحاني اسمه شينرا. وشوية وجت ست وطلبتهم في شغل وقالت لهم انا بتظهر لي ارواح شريرة واعتقد ان ده بسبب ان في واحد من الاساطير المدنية هنا في البلدة انا عايزاكوا تطردوا اي اسطورة مدنية هنا فرجن وافق وخد معاه موبو شينرا وخلى شينرا يبحث عن الاساطير المدنية وودى وراي كوبو وشينرا وهو في طريقه طلعت عليه واحدة من الاساطير المدنية اسمها اوهيكي فحاول يمسكها بس معرف شو خدته لبحيرة فيكوبو ساعده واندمج معاه وطلع شنرا من البحيرة وبدأ يتفادى هجومه هيكي وبعد كده اتصل بريجن عشان يجي يساعده وفضل شنرا يتفادى هجومه هيكي بمساعدة كوبو لحد ما موب جه وبعدها عنه فشنرا قال له هيكي الأساطير المدنية بيقووا نفسهم من خلال خوف البشر عشان كده عمرنا ما هنقدر نقضي عليهم لأنهم بياخدوا من خوفنا وبيقووا نفسهم وفعلا ظهرت هيكي بعد كده اقوى فهمه بيستخدم قوته وقضى عليها وبعد موب ما قضى على هيكي شنرا ودعهم وريجن قال لمو احنا هنمشي من هنا دلوقتي ولو جالنا اي عميل تاني بخصوص الاساطير المدنيه نبقى نرجع ورجعوا بعد كده المكتب وريجن عمل موقع على الانترنت للمكتب بتاعه وبدا من بعدها يجي زباين كتير زي عميله كانت فاكره ان في روح شريره بتطردها بس طالع جارها هو اللي بيطاردها لانه بيحبها وزي كمان تلت طلاب طلبوا من ريجن ومو بانهم يجوا معاهم لمكان مسكون وده عشان يتصوروا فيه وفعلا راحوا تصوروا بس هربوا وما دفعوش لريجن اتعابه وبعد كام يوم رجع الطلاب دول تاني لريجن وقالوا له الصورة اللي تصورناها كان فيها روح شريرة عايزينك تيجي معانا تاني وتطردها والمرة دي ما تخافش مش هنهرب يدفع لك فلوسك فريجن وافق وخد موب وايكوب وراحوا معاهم تاني بس لما وصلوا هناك موب لقى تلات ارواح مش روح واحده وروح منهم كلمته وقالت له احنا مش اشرار احنا عيله عايشين مع بعض ارجوك ما تأذناش فموب قال لريجن مش هقدر اطردهم دول عيله وطيبين فريجن فكر شويه وقال موب مشاعره هي اللي بتحركه ومش هينفع افرض عليه حاجه وريجن بعد كده قال لموب ما تطلع تطردهمش ويلا نمشي فالتلات طلاب قالوا لريجن احنا هندفع لك لازم تطردهم فمو بتضايق بس ريجن حل الموقف وضحك على الطلاب وقال لهم انه طرد الارواح وخد الكل بعد كده ومشي وروح موب وسال نفسه هل الارواح هي اللي شريره والبشر هم اللي طيبين ولا العكس وتاني يوم في راجل غني اسمه ماساشي استدعى ريجن وموب ولما راحوا له لو عنده روحانيين كتير منهم وما ساشي طلع اتكلم وقال كل انا بنتي اسمها مينوري وبيسكن جسدها روح شريره لو في اي حد منكم قدر يطرد الروح دي هديله الفلوس اللي هو عايزها فريجن دخل اتكلم مع مينوري وعرف ان فعلا في روح جواها ولما خرج من عندها فجاه الروح اللي جوا مينوري هجمت على الكل فايكوبو قال الروح دي انا اعرفها دي روح واحد كان اسمه موجامي موجامي ده كان اقوى روحاني في العالم عالم بس أمه تعبت وما كانش معاه فلوس يعالجها فاتجنن وبقى شرير وبيسحب كل الأرواح ولما مات بقى بيسكن أي جسد بشري وهو دلوقتي في جسد مينوري ونزل مجامي بعد كده وأصاب مساشي أبو مينوري وهجم على الروحانيين اللي موجودين وقعد يقتل فيهم فمو بيستخدم قوته له وهجم عليه بس مجامي سيطر على جسد مينوري سيطرة كاملة وبقوا كيان فموب قال لريجن ويكوبو هجماتي كده مش هتنفع معايا انا لازم ادخل بروحي انا كمان جوه جسد مينوري واطرد موجامي انا هخرج بروحي دلوقتي من جسدي وانتوا احموا جسدي في غيابي وفعلا موب خرج بروحه ويكوبو سكن جسده وحمى جسد من هجوم موجامي ودخل موب بعد كده لجسد مينوري ولا موجامي وموجامي هجم عليه فموب عمل حاجز وصد وهجم وموجامي وهم مو انه مات من هجومه بس روح موجامي كانت لسه موجودة وموجامي سيطر على موب ودخله في عالم وهمي وقال له ده عالم موازي لعالمك الحقيقي وهتشوف في حياتك كانت هتبقى عاملة ازاي لو ما كنتش بتملك قوة روحانية وهتقعد هنا ست شهور هتشوف فيهم نفسك من غير قوة وبدأ مو بيشوف نفسه في العالم ده وكان بيتأذي من كل الناس لانه ما بيملكش قوة روحانية وكلهم كانوا بيتنمروا عليه وبيضربوه ومحدش بيساعده ومينوري اللي هو عايز ينقذها هي اول واحده كانت بتأذيه لأنها شخصية متنمرة فموجامي قال له هي دي حياتك من غير قوتك لازم تستخدم قوتك لنفسك عشان محدش يأذيك اديك شفت مينوري اللي انت عايز تنقذها هتعمل معاك ايه لو انت ما عندكش قوه انا كنت زمان زيك بستخدم قوتي في الخير بس وبعد كده اكتشفت ان ده ضعف لأن لازم استخدم قوة لنفسي وعملت كده بعد ما مت وبقيت روح انضملي وما تساعدش حد واستخدم قوتك لنفسك بس ومجامي بيكلمه ايكوبو دخل لجسد مينوري وده بمساعدة ماتسو واحد من الروحانيين اللي كانوا موجودين واللي كان عضو سابق في منظمة المخلب وايكوبو دخل لجسد مينوري عشان يفوق موبو ضربوا وقال له سيبك من كلام مجامي واخرج من العالم الوهمي ده في ناس كتير مستنياك في العالم الواقعي فموب فا من سيطرة موجامي عليه وقام عشان يخرج للعالم الواقعي بس موجامي بدأ يحول البشر في العالم الوهمي لأرواح هو مسيطر عليها وخلها تهجم على موب فموب بتضايق ووصل انفجار قوته لمية في المية وبعد الأرواح وبدأ يدمر العالم وقال لي كوبو اخرج انت بسرعة فكوبو خرج واستمر قتل موب وأرواح موجامي في العالم الوهمي والأرواح كانت بتهجم وازدادت قوة موب اكتر واكتر لحد ما قدر يطردهم كلهم وأكبر موجامي انه يخرج من جسد مينوري ورجع موب بعد كده لجسده في العالم الواقعي ولما موجامي خرج من جسد مينوري ماتس وحبسو في وعاء معاه وفقت مينوري بعد كده وقالت لموب انا اسفه شخصيتي اللي انت شفتها في العالم الموازي دي شخصيتي الحقيقيه فعلا. فموب قال لها انا اكتشفت ان اي حد ممكن يتغير وانتي اكيد هتتغيري ومشي موب وراحت منوري لابوها بعد كده في المستشفى وحكيت له كل اللي حصل، والصبح في المدرسه موب كان بيتدرب زي كل يوم مع نادي التكوين الجسماني وبدأ يبقى اقوى واعضاء النادي احتفلوا بيه ومع نهايه اليوم الدراسي خرج مع اعضاء نادي التكوين الجسماني واعضاء نادي التخاطر وكانت اول مره يخرج مع صحاب ليه بس وهو قاعد معاهم ريجن كلمه وقال تعال بسرعه في روح لازم تطردها فموب بيتضايق وراح طرد الروح وقال لريجن انا عندي حياتي الخاصه تستدعنيش بعد كده من غير اذن فريجن قال له انت الناس بيستغلوك وشغلك معايا هو احسن حاجه انت بتعملها في حياتك فمو قال له انا مفيش حد بيستغلني وقرر موب بعدها انه ينقطع فتره عن الشغل وفي الفتره دي ريجن كان بيشتغل لوحده في مهام غير روحانيه وكان فاكر ان موب ندمان انه سايبه لان موب وحيد بس في يوم لا مو بمبسوط وخرج مع صحابه من نادي التخاطر فداي. وبدا ريجن يكتشف ان هو الوحيد وما عندوش اصدقاء فقال انا لازم اغير حياتي وبدا ريجن يقوي موقع الانترنت بتاع المكتب ويصور فيديوهات لنفسه ويعمل ندوات لحد ما شعبيه المكتب زادت فالتلفزيون الوطني استضافه في برنامج هو وروحاني تاني اسمه جودو وشويه وبدا البرنامج في بث مباشر والمذيع دلوقتي هنجيب طفل جواه روح شريره وهنخلي رجن وجودو يتحدوا بعض ويطردوا الروح قدام المشاهدين فريجانو وهو قاعد خايف ان الناس تكتشف انه ما عندوش قوه روحانيه وبيكذب وفعلا جه الطفل رجن قام وقعد نص ساعه يعمل حركات على اساس انه بيطرد الروح وما فيش حاجه حصلت فجودو قام وقال الطفل ده بيمثل ومفيش فيش جواه روح شريره فالمذيع قال صح جودو فعلا روحاني واكيد ريجن كده مش روحاني وبيكذب لانه كان بيحاول يطرد الروح وما فيش روح اصلا فكل الناس ضحكت على ريجن واتفضح والناس بعد كده بقت مسمياه المحتال وبداوا الصحفيين يلاحقوه واقنعوه في يوم انه يعمل مؤتمر صحفي وفعلا عمل مؤتمر وكل الناس اتفرجت وبدا يرد على اسئله الصحفيين بس لما سالوه انت عندك قوه روحانيه ولا لا مرضاش يرد وقعد يفكر وقال في دماغه انا من اربع سنين كنت شغال في شركة وبعد كده استقلت وفتحت مكتبي وخليت المكتب متخصص في الحالات الروحانية بسبب اعلان شفته عن الروحانيين وما كنتش عارف ازاي هشتغل روحاني لحد ما مو جالي وبقيت بستغل قوته انا على طول بستغل وده غلطي الكبير وموب في الوقت ده كان بيتفرج على رجل ونزل من البيت وراح له وفجأة حصل زلزال في مكان المؤتمر وكل حاجة طارت من مكانها واللي ده كان موب وعمل كده في الخفاء عشان الناس تصدق ان ريجن هو اللي عمل كده وانه عنده قوة روحانية وريجن قام وقبل ما يمشي قال للصحفيين ده ردي على سؤال اذا كنت بملك قوة روحانية ولا لا ومشي ريجن وقابل موب وموب قال وأنا كنت عارف من الاول انك مش روحاني بس انت هتفضل معلمي لانك طيب وخلص موضوع ريجن ومع الايام بدات ميزاته تكبر مجموعة الخضر الروحانية اللي عملتها وكانت عايزه تخلي موب زعيمها وراحت قالت لموب في ماراثون هيتعمل في المدرسه بعد 10 ايام ايه رايك تستخدم في قوتك وتطلع من العشرة الاوائل عشان تبقى مشهور وتقود مجموعه الخزه الروحانيه فموب قال لها لا انا مش هستخدم قوتي انا هتدرب وهبقى من العشرة الاوائل في الماراثون عشان ابهر تسوبومي البنت اللي انا بحبها وهطلب منها بعد كده تخرج معايا وفعلا بدا موب كل يوم يتدرب وريتسو واخوه وتركي صاحبه كانوا بيساعدوا ريجن بداله في المكتب وفي يوم جت تسوبومي وواحدة صاحبتها لمكتب ريجن عشان ياخدوا منه استشارة في علاقتهم العاطفية فريتسو لما شافت سوبومي استخبى وقالت سوبومي جاية تاخد استشارة لعلاقة عاطفية معنى كده انها مرتبطة بس انا مش هينفع اقول لمو بس اللي ريتسو ما يعرفوش ان تسوبومي ما كانتش مرتبطة وكانت جاية ريجن مع صاحبتها المرتبطه مش اكتر وجه يوم الماراثون اللي كان عباره عن خمسة كيلو متر جري وفي بدايته مو وقع وتعور بس كمل لحد ما تعب بعد جري أربعة كيلو واغمى عليه لان لياقته ضعيفه وراح المستشفى ولما فاق عرف ان الماراثون خلص وانه ما طلعش من العشرة الاوائل زي ما كان بيتمنى فمشي من المستشفى عشان يرجع البيت بس في الوقت ده شو ابن زعيم منظمه المخ لبرح لبيت موب وريتسو هو اللي فتح له وقال له انت شرير عايز ايه مننا؟ وشويه ورجع موب البيت لا بيتحرق وما كانش يعرف ايه السبب وكان قلقان على عيلته جدا فطلع هو وايكوب وسط النار وموب لقى جثث محترقه فتضايق وافتكر انهم عيلته وانفجار قوته وصل لاعلى من 100% فايكوبو قال له ما تخافش دول مش عيلتك دول جثث مزيفه فموب ساب البيت وراح يدور على عيلته ولقى اتنين من منظمة المخلب في الشارع فضربهم بس معرفش منهم اي حاجة عن عيلته وشوية وجالوا كوياما وساكوراي اعضاء منظمة المخلب السابقين وخدوه لمخبأ لا في ريجن ومتسورة بتاع مختبر الصحوة واطفال المختبر كانوا موجودين ولا كمان باقي اعضاء منظمة المخلب السابقين اللي هزمهم قبل كده موراكي وتسوتشيا وموكاي وتيرادا وكلهم قالوا له انهم سبب المنظمه هو دلوقتي بيحاولوا يعملوا حاجه كويسه في حياتهم عشان كده جمعوا وموب وكل اصحابه عشان يساعدوه ويقفوا ضد المنظمه معاه فموب لما عرف كل ده هدي وفقد وعيه وشويه وجت هيروكي مع عضو من منظمه المخلب كان راح له وحاول يقتله وبداوا كلهم يستجوبوا العضو ده وعرفوا منه ان زعيم المنظمه لف العالم وجاب روحانيين كتير يساعدوا المنظمه فعلا في الوقت ده زعيم المنظمه اللي اسمه سوزوكي سيطر على منصات البث كلها وكلم الناس وقال لهم: احنا منظمه المخلب وهدفنا السيطره على العالم واول حاجه هنعملها هندمر البلد دي. وشو ابن سوزوكي كان بيتفرج وقال ابويا بيتصرف من دماغه ولازم اوقفه. وشو كان مع ريتسو وقال له متخافش ابوك وامك امنين في فندق بعيد عن هنا وانت هتبقى معايا في فريقي وهنقتل المع مع بعض أنا حرقت بيتكوا قبل ما امشي عشان ده يحفز اخوك موب ويفجر قوته ويساعدنا في قتالنا وفي الوقت ده في منظمة المخلب كان في واحد روحاني اسمه جوزيف تابع للحكومة اليابانية وكان بيحاول يفكك المنظمة وضرب قادة الاقسام بتوع المنظمة وراح بعد كده لسوزوكي فسوزوكي قال له مش هتقدر تعمل حاجة في هنا خمس روحانيين اقوياء جدا اسمهم الخارقون الخمسة محدش هيقدر يوقفهم وفعلا الخارقون الخمسة ظهروا وبدأ يوقفوا جوزيف وأي حد معاه وخرجوهم من المنظمة وتاني يوم واحد من الخارقون الخمسة اسمه شيمازاكي راح لمؤتمر رئيس الوزراء ولأنه بيقدر يتوقع هجمات خصمه وبينتقل آنيا خطف رئيس الوزراء من وسط حرسه وانتقل بآنيا لمكان تاني فجاله تيروكي وهجم عليه بس شيمازاكي كان بيتوقع هجومه بينتقل آنيا وبيجي من وراه ويضربه ولما تيروكي عمل حاجز شيمازاكي قدر يدخله وضربه وأفقده وعيه وخد رئيس الوزراء ومشي وبعدها بدات منظمه المخله بيدمروا المدن وسيطروا على برج وبقى مقرهم ولما الشرطه هجموا عليهم سوزوكي خرج عليهم روحانيين اصطناعيين ووقفوا الشرطه وواحد من الخارقون الخمسه اسمه هاتوري يتحكم في طائرات الشرطه ووقعها وده لانه بيقدر يختارك ويتحكم في اي حاجة اصطناعية فجه فريق ريتسو وشو وشو ضرب الروحانيين الاصطناعيين فطلع عليهم واحد من الخارقون الخمسة بيقدر يتحكم في النباتات اسمه مينيجيشي ولما مينيجيشي هاجم فريق شو اتصدوا له وشو وريتسو كملوا طريقهم لحد ما وصلوا للبرج بس مينيجيشي قدر يمسك فريق شو بالنباتات وشوية وجي تركي ومعاه اعضاء منظمة المخ السابقين. وبداوا يتحكموا في العربيات عشان يلهوا اعضاء المنظمه ويدخلوا البرج اللي هو بقى مقر المنظمه دلوقتي وانقسموا جزء منهم تسلل للبرج بس شويه من اعضاء منظمه المخلب جملة تيروكي واللي معاه فاتيروكي واللي معاه قضوا عليهم والباقي من اصحاب تيروكي اللي تسللوا للبرج جالهم شيمازاكي ووقعهم كلهم بسهوله وفي نفس الوقت ده ريجن كانوا مع موبيل كان لسه فاقد وعيه وجالهم في المخبأ اللي هم فيه واحد من الخارقون الخمسه اسمه شيابتا وكسر المكان فارجن رش عليه مخدر بس شيابتا وقع شويه وقام تاني وهجم على موب فايكوبو دخل جسد موب بسرعه واتحرك بيه وهجم على شيابتا وضربه بس شيابتا مسكه ورماه فايكوبو هرب بجسد موب بسرعه فشيابتا راح وراه ولا مستخبي في الناس فضربه والضربه كان قوية وخرجت كوبو من جسد موب هو وقع موب بالصدفة على اعضاء نادي التكوين الجسماني ولما شيابة جه اعضاء نادي التكوين الجسماني دفعوا عن موب بس شيابة ضربهم كلهم بايد واحدة بس موب كان فاق واستخدم قوته ووقع شيابته وبدأت المعارك وراح ريتسو تحت البرج لشيمازاكي وشو استغل قتال ريتسو مع شيمازاكي وطلع البرج لابوه ولا هاتوري قدامه فضرب وكمل لحد ما وصل لسوزوكي ابوه وقال له اللي انت بتعمله غلط لازم تقف وبدا يهجم عليه بس سوزوكي كان عامل حاجز منع من الوصول ليه ولما شو استخدم تقنيه عشان يضربوا بيها جه اخر واحد في الخارقون الخمسه واللي اسمه سيريزاوا وحمى سوزوكي وتحت البرج استمر ريتسو في قتال شيمازاكي بس كان اضعف منه بكتير وشيمازاكي قعد يضرب فيه لحد ما جه اعضاء المخلب ومعاهم ومعهم تيروكي ووقفوا كلهم قدام شيمازاكي وبدا القتال وكان سريع جدا وكلهم حاولوا يمسكوا شيمازاكي او بس ما كانواش عارفين وشيمازاكي تصدى لهجومهم ومو في الوقت ده راح لمينيجيشي ودخل في قتال معاه ومينيجيشي بدا يهجم بالنباتات وكان بيساعده مجموعه من منظمه المخلب فمو بعد يتفادى هجومهم لحد ما شويه وجي ماتسو بانا هساعدك بس من منيجي وقف ماتسو وعضاء المخلب خدوا منه الوعاء اللي حبس فيه روح موجامي وكسروه وخرج موجامي بقوته الكبيره وسيطر على نباتات منيجي شي ومسكه وكان هيقتله فمنيجي شي قال لمو أرجوك انقذني واوعدك هتغير فمو قال لموجامي سيبه فموجامي سابه وقال لموب بطبطك دي هتخسرك كتير واختفى موجامي بعد كده وموب ما كانش يعرف هو فين فمشي عشان يروح لتركيا واللي معاه وشي مزاكي كان لسه بيضربهم ومسك تيروكي وقعد يضرب فيه اللي لوهلة قدر يرى تحركاته وقدر يضربه والباقي سلموا لبعض وقعدوا يضربوهم هما كمان بس شيمازاكي قام تاني فجي ريجن ومو ريجن ضربوا ووقعوا وشيمازاكي ما قدرش يحس بوجود رجن ويتفادى هجومه لان رجن مش روحاني ومو بقى لشيمازاكي استفدت ايه من اللي انت عملته في ناس كتير ماتت بسببك مزاكي فكر شوية في كلامه وقرر انه ينسحب وفعلا مشي وما بقاش فاضل من الخارقون الخمسة غير سيريزاوا فمو بقال انا هروح البرج لوحدي وفعلا راح وسيريزاوا جاله وقال له روح وخد رئيس الوزراء معاك فهمه خلى رئيس الوزراء يمشي وقال لسيريزاوا اللي انت بتعمله ده غلط فسيريزاوا قال له انا لازم اخدم سوزوكي انا كنت منعزل وهو اللي خرجني من عزلتي انا ماليش اصدقاء غيره سيريزاوا بمظله معاه على موب واصابه فموب ويكوبو حاولوا يتفادوا هجوم سيريزاوا ويبعدوا المظله عنه وموب وقف بعد كده وقال له سوزوكي بيستغلك انا كنت زيك ما عنديش اصدقاء بس بقى عندي اصدقاء كتير اعتبرني صديقك انا عارف انك حاسس دلوقتي ان اللي انت بتعمله غلط فسيريزاوا ابتدى يقتنع بكلام موب بس خرج من مظلته طاقه بالغلط والطاقه دي راحت على موب فموب بانفجاره وصل 100% وامتص الطاقة دي وردها لسيريزا تاني من غير ما يصيبه وقعد موب يتكلم معاه وسابه بعد كده وراح لسوزوكي مو وقع شوف الارض وقوته مهوله فمو قال له انا جاي اتكلم معاك مش جاي اقاتل بس سوزوكي راح ضربه وطير يكوبه من البرج وقعد يضرب في موب ولما رجن لقي ويع وقع من البرج طلع هو لسوزوكي وحاول يضربه ويدافع عن موب بس معرفش وسوزوكي سوزوكي كان هيقتله فسيريزا واجب سرعة وحمى بالمظلة ومو بانفجار وبقى مية في المية وحمى سيريزا ووريجن وشو فسوزوكي هجم تاني وقدر يوقع التلاتة فاجي من ومسكهم وقال انا مسكتهم لاني مدين لمو ودخل موب في قتال مع سوزوكي وسوزوكي وقف وقال له انا ما استخدمتش غير عشرة في المية بس من قوتي انت ضعيف جدا فمو بطار وبدأ يهجم بقوة اكبر وسوزوكي بدأ يلحق بالحجاره ويمسكوا بيها والقتال بقى اكثر دراوة وسوزوكي بقى بيستخدم 50% من قوته وموب ما كانش قادر يسيطر على نفسه بس لما سمع صوت ريتسو رجع تاني لوعيه وحرك المباني وحوط سوزوكي بيها وكل اللي بيتفرجوا ما كانوش مصدقين قوه سوزوكي وموب بس سوزوكي خرج من المباني وضرب موب وقعد يضرب فيه كتير فموب قام ومسك جسد سوزوكي وسبب له التواء في كل جسد وسوزوكي بعدها اضطر يستخدم مية في المية من قوته وتحول لوحش بعد موب والاتنين كملوا هجوم على بعض لحد ما موب ادرك ان سوزوكي مش هيعرف يسيطر على قوته وهينفجر فراح قال لاصحابه اهربوا بسرعة فكلهم هربوا ورجع موب للسوزوكي وحط حاجز عليهم هما الاتنين عشان يحتوي الانفجار وقال له انا هساعدك عشان الانفجار ما يموتكش انت كمان فسوزوكي اتفاجئ وفعلا شو وحصل انفجار كبير ودمر كل حاجه وبعده ريجن وريتسو وتركي راح وخرجوا موب ولو لسه حي فخدوه وريتسو قال لموب شو قال لي انه هيصلح بيتنا في خلال ثلاث ايام فريجن قال لهم تعالوا اقعدوا عندي لحد ما بيتكم يتصلح فراح وتاني يوم الحكومه اليابانيه لو سوزوكي لسه حي هو كمان فقبضوا عليه وموب بعدها رجع لحياته الطبيعيه تاني في مكتب ريجن وسيريزا بقى بيشتغل معاهم في المكتب ولما بص موب وريجن من الشباك لقوا شجره ارنبيط كبيره فموب قال لريجن انا كان معايا بذور ارنبيط ووقعت مني في القتال وبسبب قوانا الروحانيه انا وسوزوكي الشجره دي نمت ومع الايام بداوا الناس يروحوا يتفرجوا ويتصوروا مع الشجره دي وبعد كام يوم جالهم عميل عايز يطرد روح شريره من تمثال حجري فريجن خلى سيريزاوا يطردها وسيريزاوا ومع الايام بقى بيشوف ريجن شخص قوي هو ما كانش يعرف ان ريجن مش روحاني اصلا وموب في الفترة دي كان بيمارس حياته الطبيعية في مدرسته والمدرسة ادت له ورقة سيرة مهنية عشان يكتب فيها هيعمل ايه في مستقبله بعد الاعدادية بس موب ما كانش عامل اي خطة مستقبلية لحياته ولما سأل صحابه لقى كل واحد منهم مخطط هيعمل ايه بعد الاعدادية الا هو فوقف يبص على شجرة الارنبيت اللي بقت مزار لكل الناس هو فضل يفكر هيعمل ايه في حياته وبرضه ملاش اجابه وشويه ورجن طلبوا وراحوا لعميل جديد ولقوه غريب الاطوار وبيته مليان زباله والعميل قال لهم انا وحيد وما بعملش اي حاجه في حياتي دايما كنت بختار الطرق السهله وما وصلتش لحاجه وبقيت عايش حياه سلبيه وحاسس ان كل ده بيحصل لي بسبب ان في روح شريره بتطاردني فمو فكر وقال انا ممكن إن مستقبلي يبقى زي الراجل ده لو معرفتش أنا عايز أعمل إيه في حياتي، وكمل العميل كلامه وبسبب طاقته السلبية الكبيرة خرجت منه الروح الشريرة وبدأت تنيم الناس في المدينة، فامو بوسي سيريزاوا وهجموا عليها وطردوها والعميل بقى كويس وحس بتحسن كبير بعدها، ومشي مو راح المدرسة وسلم ورقة المسيرة المهنية لمعلمه، وكتب فيها إنه بعد ما يخلص الإعدادية هيكمل في مدرسة مدرسه ثانويه وموب كتب كده عشان يسلم الورقه مش اكتر وكان لسه ما خدش قرار وما كانش عارف هيعمل ايه في مستقبله فراح لريجن وقال له انا صحيح لسه مش عارف هعمل ايه بس انا ما اني هكمل حياتي هنا بشتغل معاك في المكتب فريجن قال له مفيش مشكله المهم دلوقتي انك تعمل حاجه بتحبها في مستقبلك وتاني يوم راح موب المدرسة وبدا يجهز مع اصحابه للمهرجان الثقافي اللي كان مسؤول فيه عن اعداد الملابس بس في الوقت ده جه شخص غريب لريجن اسمه هارواكي وقال له انا صايد يوكاي واليوكاي دول ارواح شيطانيه وفي هنا في المدينه مت روح يوكاي شيطانيه ولازم نقتلهم يا اما هيعيدوا احياء ملك اليوكاي فريجن في دماغه واكيد الراجل ده مجنون فهارواكي اداله مليون ين وقال له دي فلوس عشان تيجي معايا نقتل اليوكاي فريجن ما كانش مصدق ان هارواكي ده على المبلغ ده واخد سريزاوا وموب راحوا معاه لحد ما وصلوا المبنى وهروك قال لهم اليوكاي موجودين هنا ودخلوا كلهم المبنى بس موب كان مشغول وبيفكر في تحضير ملابس المهرجان الثقافي وفجاه طلع عليهم واحد من اليوكاي فسريزاوا قضى عليه وبدا بعدها ارواح اليوكاي الميه يطلعوا عليهم وموب سريزاوا بداوا يطردوهم لحد ما جالهم اخر اربعه ومعاهم ملك اليوكاي وبرضه برضو مو بو عليهم بسهولة كلهم وانه مهمتهم مو لما شاف ملك اليوكاي جات له فكرة انه يعمل ملابس المهرجان الثقافي بهيئة ملك اليوكاي وفعلا عمل كده والمهرجان نجح ونزل موب بعد كده لساحة المدرسة ولا تسوبومي واقفة فاتكلم معاها وما كانش مصدق انها اتكلمت معاه ولما خرج من المدرسة ميزاتو جات كلمته وتومي بتاعت نادي التخاطر هي كمان اتكلمت كلمت معاه ويمي البنت اللي خدعته قبل كده برضو اتكلمت معاه فموب فرح وقال انا كلمت اربع بنات في يوم واحد وكل البنات بتبص لي انا اكيد بقت مشهور وروح موب وهو سعيد وفي نفس الوقت ده شجره الارنبيط كانت بتزيد شعبيه والناس بقت بتعتبرها شجره مقدسه وبقوا يروحوا يادوا طقوسهم الدينيه عندها فايكوبو استغل الفرصه وراح خد منطقتها لنفسه وبالليل تلميذاته كلمت موب وقالت له مجموعة الخزر الروحانية اللي انا انشاتها كبرت وتحولت لطائفة دينية اسمها الناسك الروحاني وده حصل بعد ظهور الشجرة المقدسة ولازم انت تظهر عشان تبقى زعيم الطائفة انا عملت كل ده عشان تبقى انت القائد واوعدك انك لما توافق تبقى القائد تسوبومي هتحبك فموب قعد يفكر وجاله ايكوبو وقال له ايه رايك نندمج انا وانت ونقود الطائفة بس موب رفض انه ويندمج مع إيكوبو وتاني يوم راح لريجن وحكاله عن الطائفة، فريجن بحث وعرف إن الطائفة بتضم 600 ألف شخص فما كانش مصدق، وإدى الموف فلوس وقال له انزل اشتري لبس بسرعة وروح اجتماع الطائفة بكرة وقول لهم إنك قائدهم، فموب سمع كلامه ونزل اشترى لبس مع تركي وقرر يروح اجتماع الطائفة، بس تاني يوم لما اتصل بميزاته عشان يعرف مكان التجمع ما ردتش عليه، وفي تجمع الطائفة ظهر شخص تاني غريب شبه موب وقال للطائفة انه قائدهم وتاني يوم موب راح المدرسة وقال لميزاته ما ردتيش عليا لامبارح فعلت كنت مشغولة وخلاص الطائفة لقت القائد بتاعها وبدأ موب يلاحظ ان كتير من المحيطين بيه بينضموا لطائفة الناسك الروحاني ولما راح لريجن ريجن قال له شجرة الارنابيط دي بتسرق الطاقة من كل نباتات المدينة ومش بس كده دي جذورها بتتمدد في الارض اللي لدرجة إنها أثرت على مباني كتير في المدينة، إحنا لازم ندمر الشجرة دي، فمو قاله موافق بس في نفس الوقت ده بدأت الناس في المدينة يوزعوا حلويات ويقولوا إنها من الشجرة المقدسة، وتركي لما كان واحدة من الحلويات دي عرف إنها بتغسل الدماغ، وأي حد بياكلها بيتسيطر عليه وبينضم لطائفة الناسك الروحاني غصب عنه، فتركي إتضايق وقال أنا لازم أدمر الشجرة وراح فعلا هجم عليها. فاتسحب جواها ولا قدامه قائد الطائفة وحاول يسيطر عليه بس تركي فضل في وعيه وراح ضرب القائد وبعد كده فتته ولما بص عرف انه ايكوبو مستخدم جسد من النباتات عشان يبقى شبه موب وايكوبو قام وجدد نفسه تاني وقال لتيروكي انا هفضل حي وعملت كل ده عشان هدفي ان الناس يتبعوني وهم اتبعوني فعلا فتركي هجم عليه تاني وموب ورجم في الوقت ده نزلوا وراحوا ريتسو عشان يساعدهم في تدمير الشجرة بس ريتسو كان مع الحلويات اللي بتغسل الدماغ ولما كل منها واحدة اتسيطر عليه وخد موب وريجن لتجمع لطائفة الناسك الروحاني وقال لهم ما ينفعش تدمروا الشجرة فريجن وموب هربوا بسرعة ولقوا كل الناس في المدينة خلاص متسيطر عليهم وبقوا تابعين للطائفة وكملوا بعد كده طريقهم للشجرة ففجأة ريجن قال لموب مش لازم ندمر الشجرة طالما كل الناس الناس عايزينها فموب قال له انت كمان دماغك غسلت وسب ومشي وراح عند الشجره ولا كتير من الطائفه وجزء منهم لما شافوه قالوا هو ده قائدنا الاصلي وجزء تاني قالوا لا احنا كده عندنا قائدين ودخل موب للشجره لا تيروكي مربوط وايكوبو مسيطر عليه وايكوبو قال لموب خلاص كل سكان المدينه بقوا تحت سيطرتي انا سيطرت عليهم من خلال الحلويات اللي اكلوها او من خلال لما سهم للشجرة او من خلال اتباعي في الطائفة ما بقاش فاضل غيرك انت اتبعني زيهم وتعالى نكبر الطائفة ونخليها تسود العالم فمو والناس اللي اتبعوك كلهم مش في وعيهم وموب بعد كده فك تيروكي وضرب ايكوب وبس تيروكي ما كانش في وعي وهو كمان وقال لموب انا انضمت للطائفة ومش هتقدر توقفنا وهجم تيروكي عليه وبعد كده كمل هجومه ووقعه في حفرة فمو لما وقع هجم هو كمان وهجومه خرج تركي من الشجره فبدأ ايكوبو يجدد نفسه ويتحكم في جذور الشجره والنباتات وموب كان كل شويه بيدمر النباتات بتاعت ايكوبو وفضل الوضع مستمر كده كتير لحد ما ايكوبو بدأ يسحب قوة موب ووصل ايكوبو بعدها لقوه كبيره وشكله اتغير وبعد كده راح ضرب موب ضربه قويه وقعد يضرب فيه كتير وخرج شعاع من فمه واخترق جسد موب بس بعد كل ده موب ما شو تاني وانفجار قوته وصل مية في المية ولما يكوبو بص عليه لا لبسه تقطع ولابس تحتيه تيشرت عليه قرود فايكوبو قال له التيشرت ده وحش قوي اخترته ازاي اكيد كان في خصومات عليه فمو برضع قوته وما هجمش فايكوبو قال له ما هجمتش ليه فمو قال له عشان احنا صحاب انت دلوقتي قلت لي رايك بصراحه في التيشرت زي اي واحد صاحبي انا اسف اني ما سمعتكش لما كنت انت عايزنا نندمج ونقود الطائفه انا كنت هرفض كده كده بس كان لازم اسمعك واتكلم معاك واقنعك انك ما تعملش كده فايكوب اتفاجئ من كلام موب وقال في دماغه موب هو الوحيد اللي تقبلني انا كان ناقصني صاحب وهو فعلا صاحبي كوب بعد كده قال لموب انا هكمل معاك وهرجع كل حاجه لطبيعتها وهلغي سيطرتي على الناس وهنسيهم اللي حصل وهندمر الشجره مع بعض فموب وقع من فاي كوبو شاله واتحرك بيه وموب اغمى عليه بس في الوقت ده الشجره كانت اكتسبت وعي من ايكوبو والناس كلهم واستمرت الشجره في دور ايكوبو وبدات تخرج اشباه لموب من جذورها وتخليهم يهجموا على موب فايكوبو وقفهم وحط موب في حاجز وبدا يقاتلهم بس كانوا كتير ولما ايكوبو هجم بشعاع هجموا هما كمان بشعاع فايكوبو حمى نفسه وكمل ضرب فيهم وخدهم بعد كده بره الشجره ودخل معاهم في مواجهه وكمل ضربهم بالشعاع بس كانوا كتير وما بيخلصوش فقعد يطير ويقضي عليهم واحد واحد لحد ما خلص منهم وتعب ونزل فوق موب وودعه وخلاه يمشي من الشجره وخرج موب من الشجره لان الناس رجعت لوعيها وناسين كل اللي حصل وكلهم رجعوا لبيوتهم بس يكوب وضحى بنفسه عشان يدمر الشجره وعدت الايام وجت اجازه الشتاء وتومي رئيسة نادي التخاطر قالت لأعضاء النادي إحنا من ساعة ما عملنا النادي ده مليناش ولا واحد بيستخدم التخاطر عشان نقدر نستفيد منه ونتخاطر مع الكائنات الفضائية إحنا لازم نحل النادي ده إحنا ما استفدناش ولا عملنا ذكريات فيه فأعضاء النادي اللي اسمعهم مينو كاوا وسارو باياشي زعلوا وراحوا الموب وقالوله ساعدنا نلاقي أي شخص تخاطري عشان النادي بتاعنا ما ينحلش فريتسو لما سمعهم خدهم لكايتو ودايتشي بتوع مختبر الصحوه وقال لهم دول بيستخدموا التخاطر. فكايتو ودايتشي قالوا لهم احنا بنستخدم التخاطر بيننا احنا الاتنين بس وما بنقدرش نستخدمه مع حد تاني بس ممكن نساعدكم ونرسل اشارات تخاطريه توصل لاي شخص تخاطري هنحتاج بس حد يقوي الاشارات دي فموب قال لهم انا هعمل كده وفعلا راحوا المدرسه وبداوا يرسلوا اشارات بمساعده موب لحد ما جالهم طالب اسمه تاكيناكا كان عضو سابق في نادي التخاطر وقال لهم اشاراتكوا دي اثرت على دماغي لاني تخاطري وبقدر اقرا افكار الناس وكمان بقدر اتكلم في افكارهم بس انا تعبت من قوتي دي وبقيت بحط سدادات اذن عشان ما اسمعش افكار الناس فمو قال له طب احنا عايزينك تساعدنا بكره هنروح كلنا محميه وهتبقى معانا تومي رئيسه النادي وانت هتساعدها انها تتخاطر مع كائنات فضائيه هناك فتح ساكنك هناك هوافق هو مو بكلم ريجن عشان يجيب عربيه ويروح معاهم ومو فعلا تاني يوم اتقابلوا وراحوا ودخلوا المحميه وطلعوا على جبل فيها وبدأوا بعد كده يشرحوا لتومي ان المحميه دي ممكن يظهر فيها كائنات فضائيه لو ارسلوا ليها اشارات تخاطريه بس تومي ما مصدقه ان ده ممكن يحصل وقالت لهم انا صحيح عايز اتواصل مع كائنات فضائيه بس اللي انتوا بتقولوه ده ما اعتقدش انه هيحصل انا أساس مش مصدقة ان تاكيناكا ده تخاطري فموب اقنع تومي انها تستنى لحد الاخر وبدأوا كلهم بعد كده يعملوا تعويذ بتجلب الفضائيين بس مفيش حاجة حصلت فرجن قال لهم مش مهم حاجة تحصل المهم التجربة والذكريات اللي عملتوها مع بعض هنا وبالليل بدأ تاكيناكا يرسل اشاراته بمساعدة موب وفجأة وهم واقفين ظهر ضوء اخضر ونزلت عليهم كائنات فضائية وسلموا على تومي وموبو بصحابه ما كانوش مصدقين والفضائيين بعد كده خدوهم للمركبة الفضائية بتاعتهم وكانوا بيتواصلوا من خلال تاكيناكا وكانوا لعبوا وقضوا وقت طويل وفي النهاية ودعوا بعض وموبو بصحابه مشيوا بس الفضائيين خدوا إنوكاوا معاهم لكوكبهم ولأنه ما كانش عارف يقول لهم إنه عايز يرجع كوكب الأرض تاني فضل قاعد معاهم مدة كبيرة وفي المدة دي قدر يقتل وحش بيهددهم واعتبروه وقدر بعد فتره يتواصل معاهم وقال لهم انه عايز يرجع كوكبه فرجعوه بس ذكرياته كانت مشوشه بعد ما رجع وعدت الايام وكانت اجازه الشتاء خلصت وموب كان لسه بيحلم ان تسوبومي البنت اللي هو معجب بيها تحبه زي ما هو بيحبها بس عارف في المدرسه ان تسوبومي هتنتقل وهتروح مدرسه تانيه فاضايق وتوتر وقال انا لازم اقول لها اني بحبها في اسرع وقت وبدا ياخد نصايح من صحابه كلهم عشان يتكلم مع تسوبومي بس اللي موب ما كانش يعرفه انه هو بياخد النصايح كان في طابور ولاد واقفين قدام تسوبومي عشان يعترفوا لها بحبهم هم كمان وشويه وجات ميزاته وقالت لموب هو انت بتحب تسوبومي ليه بس موب ما عرفش يجاوب وراح حكى لريجن فريجن قال له مش مهم بتحبها ليه اهم حاجه انك بتحبها فنزل من عند ريجن وقابل تيروكي وتيروكي قال له كلمها وخليها هتقابلك وانت رايح لها جيب لها ورد فموب اقتنع بكلام تيروكي ولما روح حكى لريتسو فريتسو قال في دماغه انا سمعت تسوبومي قبل كده وهي عند ريجن إن انها مرتبطه انا بتمنى انها ما ترفضش موب بشكل قاسي وموب صحي تاني يوم وكلم كلم تسوبومي هو كان متوتر جدا وهو بيكلمها وحدد معاها ميعاد ونزل وراح جاب ورد بس وهو رايح المعاد لا ولد صغير بيعدي الشارع وفي عربيه هتخبطه. فموب بعد الولد واتخبط هو مكانه ووقع ونزف بس انفجار قوته وصل لاقصى حد عنده وقام ما بقاش في وعيه ولا قادر يسيطر على قوته وبدا يدمر اي حاجه قدامه وبدات الناس تخلي المدينه بسرعه فتركي جاله عشان يوقفه بس موب هجم عليه وكسر بالشجر وخلاه ينزف فقام تركي وحاول تاني وعمل حاجز على نفسه عشان يصد الهجمات وبرضه ما قدرش يوقف موب وموب ضربه بعد كده رماه وطيره بعيد جدا لحد ما تيروكي كسر مبنى ووقع وكمل موب تدمير وجل تيروكي وتيروكي قام وأنقذ بنت صغيرة من الموت بس موب قوة هجومه زادت جدا وكسر الأرض وتيروكي ما بقاش قادر يحمي حد ولبسه اتقطع وبركته وقعت من قوة هجوم موب. فرح بسرعة الموب وقعد يخبط على جسده عشان يفوقه وفعلا موب حس باللي بيحصل بس وما كانش قادر يتحكم في قوته. فتركي خرج الناس من تحت الانقاض وبعدهم وبعد كده اغمى عليه. وكمل موب تدمير في المدينة فالحكومة اليابانية خرجت سوزوكي زعيم منظمة المخلب السابق من السجن. وقالوا له لو عرفت توقف الولد اللي بيدمر المدينة ده هنخفف عقوبتك. فنزل سوزوكي لموبولا عنده كوياما وساكوراي اعضاء منظمة المخلب السابقين وكانوا بيحاولوا يوقفوه. بس مع فوش. فسوزوكي يتحرك بسرعة وقعد يضرب في موب ضربات كتير او برضه موب ما تأثرش وعمل انفجار كبير وكمل هجومه كان هيهزم سوزوكي فشو ابن سوزوكي جه ولحقه والاتنين اتعاونوا وبدأوا يهجموا على موب مع بعض وسوزوكي ضربه وبعده وحدفوا عليه بعد كده قنبلة طاقة وعملت انفجار كبير فموب امتص الانفجار وهاجموشو وحس حس انه أقوى منهم بكتير فقال لسوزوكي يلا نحن فسوزوكي قال له مش هنعرف نهرب وهو واقف قدامنا كده، وموب كان خلاص هيهجم عليهم هجوم اخير وهيقتلهم بس وقف، لانه كان لسه بيحاول يسيطر على قوته ويوقف نفسه ومش عارف، فسوزوكي استغل الفرصه وخد بسرعه وهربوا، وجاب بعدهم صحاب موب بتوع نادي التكوين الجسماني وموب بعدهم بسهوله، فريتسو جه وقال لموب انا جاي هنا ساعدك بس موب ربطه وكان رايح يقتله. قوة ريتسو وصل 100% في المية وحاول يوقفه برضو معرفش وموب عمل اعصار كبير في المدينة وبعد ريتسو وقف موب بعد كده في الاعصار وانقسم في عقله لجزئين جزء طيب رافض اللي بيحصل وعايز يسيطر على قوته وجزء شرير عايز يكمل تدمير ويفضل محتفظ بالقوة المهولة دي والجزء الشرير قال للطيب انت كنت لازم تتقبلني وتتقبل قوتك من الاول لكن دلوقتي محدش هيقدر يوقفني هو ده الصح حتى تسوبومي لازم تشوفني كده وتتقبل قوتي وتسوبومي في الوقت ده كانت قاعده مستنيه موب على ميعادهم وما مشيتش وموب كان لسه في صراع وجاله ريجن عشان يوقفه فالجزء الطيب قال المعلم جه فالشرير قال له ده مش معلم ده كان بيستغلك سيبني انا اتصرف وفعلا الشرير بقى هو المتحكم وريجن دخل في الاعصار عشان يكلم موب والاعصار قعد يطير فيه صاب كذا إصابة بس ما استسلمش وقام وقال أنا كنت بتدرب في السر وهوقف موب وجري وسط الإعصار وراح لموب بس وقع وما قدرش يوقفه ولا يكلمه وموب كان في طريقه لتسوبومي وفجأة لا ريجن قدامه تاني وريجن مسكه وطلع ريجن مندمج مع كوبو ويكوبو كلم موب وقال له أنا لما دمرت شجرة الأرنبية ما متش زي ما أنت افتكرت وقوة الإعصار دي جذبتني لهنا ولقيت ريجن فند معاه اسمعوا وخرج جيكوب وبعد كده من جسد ريجن قال لموب انا ما بملكش اي قوه روحانيه بس متقبل نفسي فموب وقف قوته وسيطر عليها وريجن كمل وقال عايزك انت كمان تتقبل نفسك وقوتك انت كبت قوتك عشان كده خرجت وما قدرتش تسيطر عليها اللي جواك دول مش جزء طيب وجزء شرير دول جزء بيدعم قوتك وجزء رافض ليها حاول تتقبل الجزئين عشان عشان تقدر تسيطر على قوتك وموب بعد ما سمع الكلام ده تقبل قوته ولما انفجاره وصل ل في المية قدر يسيطر على القوة دي ومشي وراح لتسوبومي واعترف لها بحبه بس تسوبومي رفضته وقالت له انها شايفة صديق ورجع موب لريجن يعيط فرج طبطب عليه وخده وقال له. مش مهم انها رفضتك اهم حاجة انك قلت لها وعدت فترة وموب بساعد في اعمار المدينة تاني ورجع لحياته والطبيعية. وبقى بيكلم تسوبومي في التليفون كأصدقاء وفي يوم إجتمع مع أصحابه كلهم في مكتب ريجن وعملوا مفاجأة لريجن واحتفلوا بعيد ميلاده وبكده يبقى خلص أنمي موب سايكو هندرد أنمي موب سايكو هاندرد إنتاج سنة 2016 والأنمي ترتيبه الأربعين في قائمة أفضل الأنميات في التاريخ ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيج جديدة على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو اعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة